24 سنة في الشارع وانا مع الرصيف. انا معايا المايك وعايز اقول كده شوية كلام يعني، بس يا ريت بقى اللي يسمعني ما يضحكش عليا ولا يتريق عليا. مش شايفين حد يحتف علينا، كل ما نقول لواحد 1 جنيه كله بيضربنا. مش عارف فين مع الناس، الواحد بيمشي صح وساعات غلط، في ناس بتعاملنا وحش، اللي يقول لك امك واللي يقول لي ابوك، يعني ممكن واحنا من لما برضه زباله واحد ممكن يدف في وشنا. ما عملتش غلط في حياتي ولا جيت على حد ولا اذيت على حد. في ناس ياما بتخاف اللي هي تسلم علينا، من لهم احنا بني ادمين. عايش من غير ولا 24 سنه على الرصيف اساسا، ما لقيتش مكان يسترني، ما روحتش ملجأ وعشان بيعذبونا وبيضربونا اساسا. انا طالما ليش اهل انا يبقى انا على مضمون على حساب الدوله، بس الدوله ما بتقولش كده، يقول لك يبقى ليك مكان وليك اسره، وانا ماليش اسره ولا مكان، بنام في الشارع. طلبات اللي انا عايز اشوف مكان اقعد فيه، عايز اشوف شغلانه، عايز اتجوز عشان الاقي عيالي برضو ويبقى ليا اهل. انا مش عارف اهلي لغايه دلوقتي فين. في ناس بتقول لي انت ابن حرام، يعني انا برضو صعبان عليا نفسي، عايز زي اي البشر زي ماشي عشان لما اجي اسلم على واحد ما يقرفش مني. يعني ما انا متعرض لثلاث حاجات، لا تسرق، لا تقتل، لا واحد يخطفني.